مساء النور، مرحبا بكم الناس الكل في اخر نشراتنا الرياضيه. نشر باش نحكيو فيها على اخر اخبار الميركاتو واخر اخبار فرقنا التونسيه وعلى الالعاب الاولمبيه. البدايه بالنادي الافريقي اللي تقدم رسميا بشكوى ضد متوسط الميدان فيديريكو بيكورو لاعب الغين الاستوائي، قاد منتخب غين الاستوائي، غايب على التمارين ما رجعش وكان طالب بالحصول على مستحقاته وخذا مستحقاته كامله حسب النادي الافريقي، ولكن تم الاتصال به في مناسبه واثنين وثلاثه هو المحامي بتاعه، ولكن رفض كونه يعود للتدريبات. وذاك علاش النادي الافريقي باش يحمي روحه وباش يحافظ حقوقه قدم شكوى رسميه ضد اللاعب لعدم التحاقه بالتدريبات، خاصه وكونه مازال مرتبط بعقد مع الفريق حتى الموسم، حتى نهايه جوان 2025. في الترجي الرياضي التونسي اللي اسمه كوانا ويوسف البليلي عملوا اليوم الفحوصات الطبيه لتسبق امضاء اللاعبين ذو مزوز مع الفريق، المنتظر يتم في الساعات القادمه الاعلان عن انضمامهم رسميا الى الترجي الرياضي التونسي. كيف كيف صمم لاعب يكثر عليه الحديث اللي هو لاعب بولو كوان سيتي اللي أزوين أبوليس، كان حكى عليه المدرب نتاعو اليوم فوتي موافي، كان حكى في تصريحات صحفية اليوم قال مناش باش نسيبو الملاعب هذا، ماهوش باش يمشي للترجي، قال نعرف اللي ثم برشا عروض تخص برشا ملاعبيه نتاعي وخاصة الملاعب هذا، نحكيو على أزوين أبوليس. هذاك علاش فوتي موافي مدرب بولو كوان سيتي قال ماهوش باش يغادر الفريق رسميا. نقعدوا مع الترجي الرياضي التونسي، كان منتظر يلعب اليوم مع مستقبل وادي الليل، تم الغاء المباراه هذه بعد اعتذار مستقبل وادي الليل. الترجي الرياضي التونسي لعب مباراه اخرى ضد مستقبل السكر انتهت منذ لحظات بنتيجه 10 بليش. الدربيري كان سجل، بوشنيبه كان سجل، توغاي سجل هدف، يانساسي سجل هدف، كيباسوي سجل هدف، وزين الدين كادا سجل دوبلي وتريبلي لاشرف الجابري. في النجم الرياضي الساحلي زبير باي اعلن اليوم عن قبول وتراس الهيئه التسيريه. زبير باش يكون مرفوق بعده اسماء قاعد يتفاوض معها، ولكن حسب مراسلنا في الجهه نجيب المجلسي ثم بعض الاسماء نجم نسميوها، ثم عده لجان الساعه من بينها اللجنه الاداريه نجم يكون فيها ماهر بن ضياء وزير شباب ورياضه السابق، شهاب الخيريه اللي كان عضو المكتب الجامعي زاد في وقت سابق، ولطفي سليمان والحاج رضا الغزي نجم يكون في اللجنه الماليه. بالنسبه للجنه الفنيه فيها برشا اسماء قديمه تقمصت ازياء النجم الرياضي الساحلي وهزت معها برشا القاب، نحكيو أمين الشرميتي مؤكد كونه يكون موجود في اللجنة هذه، ثم أسماء أخرى من المنتظر كونه تكون موجودة كما أيمن البلبولي، ياسين الشيخاوي وكريم حقي. على مستوى الرياضي نجم الرياضي الساحلي اتفق رسميا مع نسيم هنيد ومحرز بالراجح من اجل الانضمام للفريق، كيف على المستوى الرياضي مقابله وديه ضد شبت العمران نهار الجمعه، وبالتالي تم تاخير مباراه ضد الهلال السوداني اللي كانت مبرمجه نهار الجمعه باش تلعب نهار 6 اوت ونهار 9 اوت. النجم الرياضي الساحلي يلعب ضد نادي ابها السعود. في الاتحاد الرياضي المونستيري دفعه جديده من الانتدابات تم الاعلان عليها تباعا من البارح. الاتحاد الرياضي المونستيري قاعد يعلن عن الاسماء اللي ضمها بعده اسماء حكينا عليهم البارح في مواعيدنا الرياضيه السابقه. اليوم تم الاعلان عن انتداب رياض الفريوي بيفو، صح زوز مواسم عمره 26 سنه، كان لعب في نجم المتلوي، اخر تجربه ليه كانت نادي القوس السعودي. اياد الحاج خليفه اللي تالق بشكل لافت عم ناول في الرابطه المحترفه الثانيه، المهاجم نتاع نادي حملان في عمره 24 عام صحح 3 سنين، وملكوم الحميدي مهاجم 20 سنة ولي مش جناح يعني 20 سنة صحح 3 سنوات مع امضاء عقد احتراف للحارس ياسين قلال. وفي نادي الرياضي البنزرتي فسخ عقود فايد بن حسين والبشير الرحيبي مع صرف النظر عن انتداب الفلسطيني نور الدين خليلي عدم اقتناع المدرب عماد بن يونس بمستواه. ترجي جرجيس اعلن اليوم عن انتداب مهاجم النادي الافريقي يوسف سنانه في شكل إعارة بموسم. وفي اتحاد بن قردين تم اليوم الاعلان عن تعيين فخر الدين قلبي كمدرب للفريق. جيو الألعاب الأولمبية باريس 2024 حسب مبعوث موزايكا فامي لباريس طارق الغديري قال كونه أحمد الجوادي يمكن برشا ما يشاركش في سباق 1500 متر سباحة حرة وفي سباق 10000 متر مياه مفتوحة، غدو باش ياخذ القرار النهائي نتاعو، والأقرب كونه يغيب على سباق 1500 متر سباحة حرة نهار السبت. اليوم زاد كان نهار عظيم بالنسبة للملاعب للناجور ليون مارشان اللي حصل على 3 ميداليات، ومش كان هو كاتي ليتكي السباحة الأمريكية اللي خذت اليوم ذهبيتها الأولمبية الثامنة ومازالت لها ميدالية واحدة، المنطقة ربحت اليوم في سباق 1500 متر سباحة حرة وهكا حطمت الرقم الأولمبي اللي سجلته في ألعاب طوكيو ب 15 دقيقة 30 ثانية وجزء أجزاء من مياه. المهم هو كونه مازالت لها ميدالية واحدة وتفوت لاريسا لاتينا لاتينينا بليتو اللي هزت 8-9 ميداليات ما بين عام 56 وعام 64. النشر هذه كل أخبارنا الرياضية تلقاها على موقعنا موزايكا فام بونيت.